هلق اللي صاير فينا انه معظم المستثمرين للامبيرات عم ياخذوا سلف دفعات سلف، لكن مثلا بعد 10 ايام من الشهر بيغلى المازوت، بيجوا بيقولوا لنا المازوت غلى نحن راح ننقص عليكم، احيانا ما بيقولوا لنا ما بنشوف الا طفيه الكهرباء. نسالهم ليش؟ بيقولوا لنا غلى المازوت. يعني نحن هون في المناطق المحرره، معظم المناطق المحرره ما ضل في عنا لا كهرباء من نظام ولا غير، نحن ما بنحسن بلا الكهرباء هون. ورغم هالشيء هن الساعه بيستغلونا. مشروع الامبيروت مشروع لازم يكون خدمي وليس ربحي. ونحن في 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 امس الحوجي للامبيروت للكهرباء، لانه نحن في المناطق المحرره ما عندنا كهرباء خالص. يعني في مناطق قريبه على مناطق النظام فيها كهرباء، بيحسنوا يستغنوا عن موضوع الامبيروت، بس نحن هون لا يمكن انه نستغني عن موضوع الامبيروت. بالنسبه لغلاء الامبيروت واسعارهم، انا معظم الناس عم تشتكي من غلاء الامبيروت، طيب ايش السبب الرئيسي كون انت احد المستثمرين للمولدات؟ السبب الرئيسي الاول غلاء المازوت الرئيسي. السبب الثاني غلاء التصليح، يعني بيلزمك قطعه صغيره حقها 100 ليره تبرم فيها مثلا، بتروح على سرمدة بترجع على الاتاري بتكون حط 20,000 لجايب قطعه حقها 100 ليره. هذا احد الاسباب. السبب الرابع الثالث مثلا في شويه سرقات ما بيخلى امبيرات عم تضرب المولدات معنا. التصليح مستمر. سوق المازوت ووساخة المازوت المفلتر هو سبب أساسي في أعطال المولدات، ما عم توفي. يعني شقد ما رفعنا الأسعار ما عم توفي. والله لحد الآن ما واجهنا شغلي سهلي، كله صعب. يعني استخراج المازوت النظيف وفلترته وهالأمور كلها هي صعبة ومكلفي جدا، مو أمر سهل أبدا. أجبر الانقطاع المتواصل للتيار الكهربائي على السكان في ريف إدلب على البحث عن وسائل بديلة لتوليد الطاقة الكهربائية، فكانت المولدات الكهربائية هي الحل لتلك المشكلة. إبراهيم السويد، ريف إدلب، حلب اليوم.